لديهم أمل في غد أفضل، يقضون أغلب يومهم يزرون الغبارة وينظفون قطع الأنتيكة التي أصبحت بالنسبة لهم جزءا من شخصيتهم، وتحول العمل من تجارة إلى عشق غاب عنهم خلال سنوات الحرب الزبائن الذين يجدون العطاء فيها دون نقاش. أنا من حبي لهذه المهنة لمدة 50 عاما لم أتركها، وأصالتي فيها محب لها جدا. والغريب عندما يأتي إلى دمشق القديمة لا يأتي إلى الأسواق الجديدة لتمتع وتعرف عليها. أنا طبيبة عايشة بولاية أريزونا، بشتغل بالخلايا الجذعية، وجاية هلأ فترة زيارة على البلد ومسافرة بعد يومين. فحبيت دائما بحب إجي أخذ بضاعتي أو هدايا دائما من سوق الحميدية من دمشق القديمة، يعني نواحي الجامع الأموي أو هون، لأنه عندهم فعلا شغلات قيمة وصناعة يد، سواء نحاسيات أو موزايك أو صدف، شغلات كتير غريبة كتير بيحبوها برا هاي الأشياء. بضاعة كثيرة وطلب قليل، وتحولت مقتنيات الكثير من المنازل إلى مادة للعرض، بل أصبح البيع بالسعر الذي يطلبه التاجر أو الشاري. أنا ركزت على الداخل، على السياحة الداخلية. ابن البلد يعني بيجي بيشتري من عندي وبيعرف أنه هي صناعة وطنية وشغلي أنا، يعني أنا هون بالمحل بشتغل بإيدي بس، وما بجيب شيء الحمد لله، باخذ مواد أولية والباقي كله بأنتجه أنا بإيدي الحمد لله، إن كان ضمن الأكسسوارات، ضمن الأطواء والقلائد والخلاخل، أساور، الصور، الرسومات بأخذها من العالم، بعض العالم الشباب يشغلوها بهذه الطريقة هي. بداعي الحاجة أو السفر وغيرهما، تعددت الأسباب والهدف واحد، بيع مقتنيات لها قيمة رمزية لدى مالكيها تفوق بأضعاف مضاعفة قيمتها المادية، قلت أم كثرت. قبل سنوات الحرب كان زبائن القطع التراثية من خزفية ونحاسية ومنسوجات يرتادون الأسواق طوال العام، لكن سنوات الحرب أبعدت الغريب والقريب عن اقتناء تلك القطع. من حي باب شرقي وسط العاصمة السورية دمشق، خليل هملو، القاهرة الإخبارية، عاصمة الخبر.